ثم رحمة الله وبركاته، حياكم الله. اليوم لدينا قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من الفوائد نذكرها مع محمد بن محمد عبد الله الصبياني في كتاب السيرة النبوية كما جاءت في الحديث الصحيح في المجلد الأول. يقول المؤلف رحمه الله: الاتفاق على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزة ومناة ثالثة الأخرى، لو رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي لبنتها حتى دخلت على أبيها صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنية أدني وضوءا. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: هو هذا. فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فحصبهم حصبا وقال: شاهت الوجوه، وغادر المسجد. فأفاقوا تحسسوا، فإذا التراب يحشر أعينهم وأنوفهم، يغطي وجوههم عارا لا يغسل إلا بالدماء. وقد ملأ خبره رجاء مكة، لكنه خبر أثار الحمية في نفوس بني عبد المطلب، وكان أشدهم رأسهم أبو طالب. فقرروا حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، فهو لا يزال من أبناء عبد المطلب، ولم يفعل ما يستحق كل هذا الأذى والعذاب من قريش، فكيف تقرر قريش قتله؟ ذلك أمر مستحيل. إن على قريش أن تزهق أرواح بني عبد المطلب فردا فردا قبل أن تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك فقد أعرضت عن هذه المؤامرة مؤقتا لكي تمارس قسوة لا تقل عن هذا الاغتيال. فماذا فعلت قريش إلى آخر الإحصار الشعب؟ الله المستعان. لكن عموما لا شك أن هذه فيها من قوة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله له سبحانه وتعالى، فصلى الله وسلم على رسولنا محمد.